والآن مشاهدينا إلى شباك هاشتاغ، ونرصد فيه اليوم بصحبة جهيدة رمضاني تفاعل الجزائريين مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك جهيدة، وكل عام وأنت بألف خير مسبقا. إذا نبدأ مع الهاشتاغ الأول، وهو حول ربما ردود فعل غاضبة بعد بعض الشيء من قرار وزارة الأوقاف إغلاق الجوامع حتى إشعار آخر أو حتى القضاء نهائيا على فيروس كورونا. صحيح، مساء الخير ديما، ومساء الخير لكل المشاهدين. إذا أكثر من 15,000 مسجد سيظل مغلقا في الجزائر، هذا آخر تصريح أدلى به وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بالمهدي، والذي قال أن مؤشرات كورونا هي في ارتفاع، في تزايد في الجزائر، الأمر الذي يقتضي عدم العودة إلى فتح المساجد، رغم أنه كان فيه عودة لفتح المتاجر والأسواق بعض الشيء، لكن يقول أنها مستلزمات ضرورية بينما في المساجد فالأمر غير وارد الآن. هذا التصريح يأتي عشية شعيرة مقدسة، وهي عشية يعني شعيرة أداء فريضة الحج، والتي أيضا الصور التي تم تداولها الحرم المكي تقريبا فارغ، يعني حركت مشاعر الجزائريين. في الجزائر منذ مارس تقريبا، منذ نهاية مارس 2020، أي منذ بداية الجائحة في البلاد، وكل المساجد مغلقة. اليوم تقريبا 5 أشهر لم يتم فتحها، وها هو الوزير يؤكد أنها لن تفتح إلا بقرار سيادي، وهو قرار يتخذه رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون وفقا لمستجدات كورونا التي هي اليوم في مؤشرات تصاعدية. تعليقات كثيرة يعني لعديد المتابعين لهذا القرار، مستاءة إلى حد بعيد، ومنها من قدمت اقتراحات. التعليق الأول للسيد مادة. السيد مادة قال الآتي: المشكل ليس في فتح المساجد، وإنما في ضمان سلامة المصلين، وهي المهمة التي لا يستطيع الإمام ولا المؤذن لوحدهما تحملها. وهي هنا في إشارة إلى العديد من الطواقم التي يجب أن تكون مصاحبة للمؤذن والإمام في حال ما تم إعادة فتح المساجد. بادي، نعم، تاباني بادي يقول الآتي: لما لا تسمح وزارة الشؤون الدينية بإقامة صلاة العيد في أماكن عامة، ولتكن الملاعب مثلا وفي أماكن آمنة للتباعد؟ وهو اقتراح قدمه هذا المواطن للوزارة، لأنه المساجد، نعم، يعني طالت مدة غلقها في البلاد من نهاية مارس، ونحن الآن تقريبا في بداية أوت. عز الدين زحوفي قدم في منشوره كل البلدان التي أعادت فتح المساجد، منها دول مجاورة كتونس والمغرب، وقال أن هناك العديد من البلدان فتحت، حتى في فرنسا، في إيطاليا، ولماذا لا يتم فتح المساجد؟ فتحت فيها المساجد هذه البلدان في ماي وجوان. تصريح آخر أو منشور آخر لياسين عمران قال الآتي: من تسببت قراراته في تفاقم الوباء تتحمل وزر استمرار غلق المساجد، في إشارة واضحة إلى عودة فتح الأماكن العمومية لمنها المتاجر والأسواق واستثناء المساجد من الفتح. نعم جهيدة، والهاشتاغ الثاني يعني ليس بعيدا أيضا عن هذه الأجواء التي تتحدثين عنها، وهو يتعلق بموسم الحج. ثمة صورة أثارت الكثير من ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، صورة التقطها الجزائريون بمشاعر فياضة يعني في البلاد أو في كل البلدان العربية الإسلامية. هذه أول مرة نرى الحرم المكي تقريبا فارغ، يعني من 2.5 مليون حاج يحج إلى بيت الله الحرام كل سنة، هذه المرة نحن أمام 10,000 فقط. في الجزائر 36,000 حاج يتوجه للبقاع المقدسة كل سنة، لكن هذه المرة استثناء ولظروف جائحة كورونا. صورة لحاجة يبدو أنها سعودية، يعني باعتبار أنه هذا السنة ممنوع لغير المقيمين، تناجي الله وحدها في بيت الله الحرام. صورة جميلة بقدر ما هي مخيفة، يعني هناك خوف كبير من ازدياد انتشار كورونا في مكة المكرمة.
لكنها كانت لها الحظ، كان لها الحظ أن تناجي الله سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام في يوم التروية الذي كان أمس، يعني صورة تناقلها كل الجزائريين بفخر باعتزاز بغيرة، أيضا بعضهم قال أنا غيور من هذه السعودية من هذه الحاجة. تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية بصفيان. صفيان قال الآتي: ليتنا هناك كي نفوز فوزا عظيما، تقبل الله منك يا حجة، خلت لك الساحة في لقاء مع ربك على أطهر بقاع الأرض وأقدسها. نعم، إذا تعليق ثاني أيضا لأم آدم قالت: صورة تقشعر لها الأبدان يا رب موقفا كهذا يوما ما. فارس في تعليق آخر قال بالجزائرية: الوحيدة التي صح زعزعت في مشاعر الغيرة، بمعنى أنها حركت في مشاعر الغيرة اتجاه هذه الحظوة الجميلة لهذه السيدة أو الحاجة السعودية. تعليق أخير للضاوية وقالت: يا رب لا تحرمنا حج بيتك، هي واقفة كيوم وقوف العبد بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. أهنئ كل الأمة العربية الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وكل أسرة تلفزيون العربي كل عام وأنتم بخير. نعم جهيدة، وأنت بألف خير، شكرا جزيلا لك على رصدك كل هذه التعليقات، ونلتقي الأسبوع المقبل.